حفل فرقة دايا الجزائرية دام قرابة الساعتين، أدت فيه الفرقة أكثر من 10 مقاطع موسيقية تمزج بين العديد من الطوابع الموسيقية على غرار الديوان الشعبي الصنبا والصلصة، حيث استمتع الحضور بكل لحظة من هذا الحفل الذي أعطى شعورا بالحميمية والألفة. وشهدت الأمسية الموسيقية تفاعلاً كبيراً بين فرقة الداي والجمهور الجزائري الذي ردد في انسجام كلمات الأغاني مع عناصر الفرقة التي أنشئت سنة 2009 عقب لقاء بين مجموعة من الشباب المنحدرين من حي حسين داي بالجزائر العاصمة. تقدم الفرقة مزيجاً من الطبوع الموسيقية محافظة بذلك على التراث الموسيقي الجزائري. تشتهر الموسيقى الجزائرية بتفاعلها مع الثقافات الأخرى وبشكل خاص الثقافتين الغربية والشرقية، ما يجعلها قريبة ومحببة إلى مختلف الجنسيات، ليبقى هذا الحدث العالمي بوابة لاستقطاب الزوار إلى الجزائر الغنية بإرثها الثقافي والتاريخي العريق.